لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور على شاشة أكسترا نيوز. يعني عندما نتحدث عن مؤتمر دافوس هذا العام تحديدا، يعني برأيك يعني ما أهمية هذه القمة هذا يعني في هذا التوقيت تحديدا في ظل التوترات الاقتصادية العالمية؟ اسمحي لي أبدأ وأتكلم علشان المشاهد يكون معانا. المنتدى الاقتصادي، منتدى ديفوس الاقتصادي، هو الفعالية السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي. المنتدى الاقتصادي العالمي هو مؤسسة غير ربحية بتعني بالأبحاث الاقتصادية وبرصد حلول للمشكلات اللي بتواجه الاقتصاد في العالم واللي بتواجه النظام الاقتصادي بصفة عامة. ولكن هذه المنظمة مهمة جدا، وأهميتها تنبع في أن هي بيشترك فيها أكثر من 1000 شركة ومؤسسة من الشركات المصنفة الأكبر عالميا، واللي دورة رأس المال الخاص بيها بتتجاوز 5 مليار دولار. إذن القرارات والتوصيات اللي بتخرج من المنتدى الاقتصادي العالمي بيكون لها تأثير في القرارات الاستثمارية لهذه الكيانات الاقتصادية الكبيرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه شارك في منتدى دافوس قبل كده، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شارك، النهارده مصر بتشارك في منتدى دافوس من خلال وفد مع برئاسه الدكتوره رانيا المشاط. اهميه المنتدى هذا العام له اهميات تقليديه، من اهمها الشخصيات الكبيره اللي بتحضره. لدينا طيب على ذكر هذه الشخصيات دكتور وليد، يعني دونالد ترامب حضر هذا العام وذلك على خلاف المرة الماضية، كيف تقرأ ذلك؟ هو بالتأكيد الملفات اللي بتكون موجودة على هامش المنتدى هي اللي بتشكل وجدول الأعمال، هو اللي بيتبع الرؤساء والمشاركين لاتخاذ قراراتهم بالحضور او عدم الحضور، وكذلك ايضا الظروف اللي هي جداول اعمالهم وترتيب اولوياتهم. ولكن هو بصفه عامه هو المنتدى بيجذب كبار قاده العالم، يعني النهارده الرئيس دونالد ترامب، مستشار انجيلا ميركل، كريستينا لاجارد رئيسه البنك الدولي، الكثير من القيادات السياسيه والشركات اللي بتشارك في هذا المنتدى هذا. من واللي بيهمنا احنا، يمكن احنا كمصر اللي بيهمنا بالاكثر كمان الشركات الكبرى، لان هناك بيكون هناك معرض وهناك مناقشات للشركات. بيهم مصر في هذا المنتدى ان هي بتعرض تجربتها، الارقام المصريه لم تعد تحتاج الى مناقشه ولكنها لا زالت تحتاج الى تسويق. لدينا معدلات تحسن كبير في المؤشرات، معدل نمو 5.6%، نسبة بطالة قلت 7.6%، تضخم قل 6.7%، احتياطي متزايد، استقرار أوضاع الاقتصاد، تحسنات في كافة المؤشرات، كل المؤسسات الدولية بتتكلم عن مصر كويس. إذن المنتدى بالنسبة لمصر هو فرصة للترويج وفرصة للإعلان والتأكيد على مكتسبات الاقتصاد المصري، ولكن في حدود جدول الأعمال اللي بيقوم بها منتدى دافوس هذا العام هناك ملفات اللي حضرتك ذكرتيها، الملفات المتعلقة بالبيئة والاحتباس الحراري والتكنولوجيا وسهولة التبادل التجاري ما بين الدول والتحديات اللي موجودة اللي بيواجهها الاقتصاد. أنا عايز أقول إن الرئيس عبد الفتاح طلب المنتدى العالمي بصفة مؤسسة ذات مصداقية عالمية وضع نظام اقتصادي وتطوير آليات النظام الاقتصادي الحديث. الرئيس عبد الفتاح السيسي قابل كلاوس شواب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 وطلبه وقال له إن النظام الاقتصادي العالمي بيواجه تحديات، بيواجه أزمة، وإحنا محتاجين حلول من الباحثين والخبراء اللي موجودين في المنتدى الاقتصادي. وبصفة هذا المنتدى يلقى قبولا لدى قطاع عريض في العالم، يمكن أن يخرج من المنتدى الاقتصادي حلول للمشاكل دي. ولكن النهاردة لسه المنتدى الاقتصادي بيضع
على طاولته ملف البحث عن اقتصاد أكثر عدلا، يضع على طاولته في هذا العام ملف البحث عن حلول لعدم المساواة في الثروة، البحث في حلول لمحاولة اكتساب الثقة. برؤيتك يعني دكتور وليد كخبير اقتصادي، يعني كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ يعني ما أبرز الآليات التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق هذه الأهداف تحديدا؟ الحقيقة القضية مش الحلول في الأساس، ولكن هي في قبول تلك الحلول، لأن هناك دورة اقتصادية بتتم ما بين تدخل الحكومات واقتصاد والحرية المطلقة. اللي بيحكم العالم النهاردة النظام الاقتصادي الحر بالكامل والدعوة إلى اقتصاديات حرة بالكامل، فهو الإجابة اللي مطلوب منها هل نحتاج إلى تطوير لدور الدولة؟ هل النخبة الاقتصادية، هل الأفكار الاقتصادية اللي بتشكل الأعضاء اللي بيؤثروا في القرار الاقتصادي في العالم، هل هم عندهم استعداد لتطوير أفكارهم؟ هي دي القضية. لكن احنا عندنا حلول، وحلول فنية كبيرة توجد اقتصاد أكثر عدلا، توجد آليات جديدة للتعاون ما بين الكيانات الاقتصادية الكبرى والدول الكبرى والدول النامية، ولكن هي القضية في وضع في اختيار عناصر من هذه الحلول ليتم من خلالها صياغة نموذج يلقى قبولا لدى الجميع، لدى الطرف الضعيف ولدى الطرف المسيطر حاليا، وهذا الأمر يحتاج قبولا. لدينا مثلا هي عندنا قضية ليكون التطبيق على قضية البيئة، قضية البيئة والمشاكل اللي بتقابلها وقضية الاحتباس الحراري تحتاج إلى تكلفة مالية، من الذي سيتحمل هذه التكلفة؟ وهنا أريد أن أسألك دكتور عن يعني كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا الملف الحاضر بقوة على هذه القمة، مع الوضع في الاعتبار الخلفية الخاصة بمواقف ترامب في هذا الصدد؟ والله هو طبعا هو لغز، يعني هو لغز شديد جدا، وحضور الرئيس ترامب في هذه القمة يعني أتصور أن هي دايما الحلول اللي بيحدثنا عنها الرئيس ترامب هي بتدور في فلك ان الجميع ان هناك احتباس حراري ولا بد ان يتم حله، ولكن يتم حله على ان يتحمل التكلفه، كل العالم يتحمل التكلفه ما عدا الولايات المتحده. هو دايما بيتجه الى انه ما عندوش مانع في كل الحلول، ولكن دون ان تطال الولايات المتحده الامريكيه تكلفه اكثر. وهذه القضيه ليست عند ترامب فقط، يعني الجميع يريد حلول للاحتباس الحراري ويريد حلول لكل القضايا الاقتصادية دون أن يتحمل تكلفة. فهي قضية المفاوضات وقضية الحضور وقضية التعاون والتعاون والحوار ما بين القادة والشركات، من الممكن أن نوجد تلك الصيغة، تلك المعادلة الصعبة التي يتحمل كل شخص. نعم. وكل كيان وكل جهة حصتها في التكلفة بسرعة عادلة. خاصة وأن جميع الحاضرون يعني هم متضررون بشكل أو بآخر من هذه القضايا، خاصة التغير المناخي. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي.